نرجس سم، اعتقد انه التجربه واضحه، جمالها واضح، احنا في الخيال. صحيح. كيف الاجواء معك؟ الاجواء حلوه، انا ابغى اسمع رايك. قل لي. انا احس اني فوق السحاب، احس اني مبسوط، في نفس الوقت احسها بتجربه حلوه، يعني تجربه تسوى، خاصه اللي بيصور بجواله. صح. اللي بيستمتع مع اصدقائه. عندي سؤال. اسالي. لو احنا نطير وين تبغى تروح؟ اروح للسعوديه، ابغى اكون بالسعوديه. ايوه هذا الجواب. ما اطلع من السعوديه. بقول بحلق فوق سماء السعوديه. بالضبط، هذه الاجابه. من فوق. الله. اشوفك انت من تحت وش تسوي؟ لا لا تشوفني من تحت دائما. احنا وياك فوق. فوق، احنا طبعا فوق، احنا مستحب نشوف نشوف الاجواء. على فكره نرجس، الجمال المكان، وحتى عشان نختصر للمشاهدين، لما يجون لهذا المكان حتستمتع في كل زاويه، في كل ركن، جاذبيه، الالوان، التفاعل الحسي، جمال المكان رهيب صراحه. انا عجبتني تذكرته بسيطه يعني. صح. ومن وين نجيبها؟ وي بوك. اكيد. اي شيء من وي بوك. صح. لا تنسون اللي ما نزل تطبيق وي بوك الحين ينزله، يسجل، يشوف الفيتشرز والخصائص اللي فيه. تطبيق حلو لك ولعائلتك وللجميع. في بعد حاجة حلوة. قولي. ينزلوا تطبيق الكنز عشان يفوزوا بهدايا رائعة. تطبيق الكنز يا جماعة الخير، نرجس متقدمة بحاجة. صح؟ اي. ما يدروا. في فلوس ترى، في فلوس فلوس. يا رب أفوز بالثلاثة، أفوز. كم تبين؟ يا رب أفوز بالثلاثة مليون الجائزة الكبرى. نص بالنص. أبشر. قولي والله. ورب الكعبة. وعد. وعد. يا رب يفوزونك. يا رب. بس مو عشان شيء نرجس. لا ما اقدر اعطيك النص. ليش؟ بعطيك مليون. بلد الطمع. لا بعطي الشباب. خلاص 500 نقسمها على الفريق. خلاص اتفقنا. طيب يا جماعه الخير، لا يفوتكم المكان. صح. ولا يفوتكم موسم الرياض، ولا تفوتكم جوائز موسم الرياض. والكنز لازم تنزلونه بجوالاتكم. أيوة عشان الله. تستمتعون بجمال الموسم، تاخذون هدايا بعد. وصلنا إلى منطقة تحت وطأة الأحلام. هذا العمل الرائع مستوحى من اللاواقع، يعني سحاب وقوانين تتحدى الطبيعة اللي هي تكسر الجاذبية. إيه تكسر الجاذبية اللي هي الحجرة المتعلقة في السحاب، ما يصير. صحيح. الجاذبية عكسها، فهو هذا العمل يحكي اللاواقع وكيف أنت يعني تحط التفكير اللاواعي في مخيلتك وتفكر فيه. ما زلنا طبعا في تجربه انفيزيبيليا، تجربه الخيال العلمي نرجس، والاشياء الجميله والعجيبه. على فكره انا عجبني اسمها تحت وطأة الاحلام. ايوه الله، شيء لا واقع. فعلا لا واقع. لا واقع. تبغى نروح مكان ثاني؟ انت تتحكم في الكوة؟ اي ابغى يكون عندي قوه. اي كذا اقدر اتحكم بالهواء، بس احرك احجار، احرك كور، احرك اي شيء. تحرك انسان؟ لا بحركني. جرب. راحت نرجس. يلا تعالي نجس. ما مشيتي صح. برافو عليك. شفت كيف عندك قدره؟ الا ابدي ما نقدر. ما نقدر. ربي يقدر عليها. اي والله. في داون اقدر. لا بسم الله عليك. داون دائما اب ان شاء الله. ان شاء الله. نروح مكان ثاني. يلا.